إن شاء الله هنكمل حل كتاب الرائد، احنا في صفحة 187، وبخصوص الأجزاء اللي فاتت اللي هي قبل الدينامو بيحلها حاليا الأستاذ يحيى، هتلاقوها دايما في القائمة حلول على الفصل الثالث، هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف بإذن الله. طيب نبدأ في السؤال رقم 14، إذا كان زمن وصول التيار المتردد الناتج من الدينامو من الصفر إلى نص القيمة العظمى هو تي، فإن زمن وصوله من الصفر إلى القيمة العظمى كام؟ إحنا في النوعية دي من المسائل هنحلها عن طريق إن السيتا بتساوي 2 باي اف تي، فدول كده ثوابت، فأنا هوجد علاقة بين السيتا والتي، سيتا واحد على سيتا اتنين بتساوي تي واحد على تي اتنين، فأنا هستخلص من الكلام زاويتين وزمن، وأقدر أجيب الزمن المجهول. فاحنا عندنا هنكتب كده، ادي شرطة الكسر اهي، اذا كان زمن وصول التيار المتردد من الدينامو من الصفر لنص القيمة العظمى، نص القيمة العظمى بيتحقق عند زاوية 30، لان ساين 30 بنص، كان الزمن بكام؟ بتي، يبقى انا كتبت الزاوية وكتبت الزمن قصادها. فهو عايز زمن، في الزمن التاني بقى هو اللي مجهول، الزمن ده لما هنوصل للقيمة العظمى، القيمة العظمى بنوصل لها عند زاوية كام؟ عند زاوية 90. يبقى كده نقدر نتعامل، ادي الصفر مع الصفر والتلاتة هنا فيها التلاتة، يبقى تي اتنين بتساوي تلاتة تي، يبقى انا هاخد الاختيار رقم جيم تلاتة تي. السؤال اللي بعده، الشكل بيوضح العلاقة بين القوة الدافعة الناتجة من دوران ملف عدد لفاته 2 لف، يبقى احنا عندنا عدد اللفات لفتين ماشي، ومساحة، المساحة بتساوي 2 من 100 متر مربع، مش محتاجة تحويل. عايز ايه بقى؟ عايز كثافة الفيض بوحدة التسلا المطلوب البي. يا ترى البي اجيبها منين؟ البي ممكن اجيبها من الماكس وممكن اجيبها من الانست، ارجع للرسمة واشوف مين المتاح عندي. متاح عندي اي ام اف لحظية 1.1 من 10، دي مش الماكس، دي لحظية متحققة عند سيتا معينة، انا هجيب البي من اللحظيه دي، هكتب القانون اي ام اف انست اللحظيه بتساوي ابن 2 باي اف ساين سيتا. طبعا ليه عوضت عن الاي ام اف ماكس بابن 2 باي اف؟ علشان خاطر تظهر البي اللي هي مجهوله. طيب اي ام اف انست عندنا بواحد واحد من عشر، والمساحه باتنين من عشر، والبي مجهوله، والان باتنين، وادي التو، وادي الباي ب22/7، ولكن التردد بالنسبة لنا مش موجود، والسيتا بالنسبة لنا مش موجودة، يبقى احنا هنرجع للرسمة تاني ونحاول نوجد الاف ونوجد الزاوية. طب ازاي؟ اولا الاف ممكن نوجدها عن طريق الزمن الدوري، احنا عندنا الاربعة دي زمن مين؟ زمن نصف دورة، يبقى الزمن كله عبارة عن 4 في 2، إذا كان نص دورة زمانها 4 يبقى الاتنين بكام؟ يعني قصدي الدورة الكاملة بكام؟ هتبقى 2 في 4 ب8 ثانية، يبقى الزمن كله عبارة عن زمن نصف الدورة في 2، يدينا الزمن الدوري كله 8. طيب ما يبقى التردد مقلوب الزمن الدوري، يعني 1/8، فأنا هاجي هنا أعوض عن الإف ب1/8 في ناقص السيتا، السيتا بكام بقى؟ في قانون للسيتا نقدر نصنعها على ايدينا لو احنا عارفين الزمن، 2 باي اف تي، السيتا اللي موجودة حاليا 2، الباي اللي جوه السيتا ب180، والتردد احنا جبناه بتم. الزمن بقى هروح اشوف الزمن اللي موجود قبال الزاوية اللي هو كام؟ 1 ثانية. طيب هكتب في كام؟ في 1، هتطلع الزاوية ب45، يبقى انا هاجي هنا اعوض عن ساين سيتا بساين 45، يبقى انا كونت معادله ما فيهاش غير مجهول واحد اللي هو البي. البي هتساوي البعيد على القريب، يبقى في الحاله دي البي بتساوي 4.95 من 100، يعني بالتقريب 5 تسلا، يبقى الاجابه رقم جيم 5. السؤال اللي بعده رقم 16، عدد المرات التي تصل فيها شده التيار المتردد الى شريط التيار متردد تردده 60 هرتز إلى النهاية العظمى في الثانية الواحدة. هذكركم بالورقة اللي أنا عرضتها أثناء حل مسألة الدينامو المكونة من أكتر من 27 مطلوب،
والمسألة اللي أنا كنت حليتها في الفيديو اللي فيها أكتر من 27 مطلوب دي تقريبا شاملة كل أفكار الدينامو. هنا عندي الدينامو لما يكون بادئ من وضع الصفر، وممكن تسجلوا الجدول ده هيفيدكم. هنا من الوضع الموازي في عندنا حاجات ممكن تطلب مننا زي الأسئلة اللي جاية، عدد مرات الوصول للصفر. لو بادئ من الوضع العمودي استخدم القانون ده 2F زائد 1، لكن لو بادئ من الوضع الموازي هتكتب عدد مرات الوصول للصفر بيساوي 2F، طبعا الF التردد. عدد الوصول إلى نص القيمة العظمى لو من الوضع العمودي 4F والوضع الموازي برضو 4F. عدد مرات الوصول للقيمة العظمى، وده اللي بيسألني عليها دلوقتي في السؤال، لو بادئ من الوضع العمودي 2F، لو بادئ من الوضع الموازي 2F زائد 1. طيب في السؤال هنا مش موضح هو بادئ من الوضع العمودي ولا الموازي، فأنا هتعامل على إنه بادئ من الوضع العمودي وهستخدم القانون 2F. طب عدد الانعكاسات هيقابلنا في السؤال اللي بعده، لو بادئ من الوضع العمودي هيبقى 2F ناقص 1، لو بادئ من الوضع الموازي هيبقى 2F. طيب هنا هنقول إن عدد مرات الوصول إلى النهاية العظمى وما حددش، بعتبره من الوضع العمودي هقول 2F، يعني 2 في 60، لأن التردد هنا في المسألة ب60 يبقى 120، يبقى الاختيار رقم ب. نشوف السؤال اللي بعده. إذا كان تردد التيار الناتج من الدينامو F، فإن التيار في ملفه يعكس اتجاهه خلال الثانية عدد من المرات ابتداء من الوضع العمودي. هنا حدد، يبقى هو عايز عدد الانعكاسات ابتداء من الوضع العمودي، يبقى انا هختار القانون ده 2F ناقص 1، يبقى الاختيار رقم ج 2F ناقص 1. نشوف السؤال رقم 18. السؤال رقم 18 هنعمل فيه تعديل صغير بس عشان تكون النتائج مشابهة للاختيارات. هو بيقول مولد كهربي عدد لفاته 300 لفة، تم تمثيل العلاقة البيانية لقوى الدفع الكهربية المتولدة في لفة واحدة فيه مع الزمن كما هو موضح في الشكل المقابل. ما مقدار التغير في الفيض اللي هو الدلتا فاي المولد الكهربي خلال الفترة الزمنية المظللة؟ طيب احنا هنقول ان انت طالب مني التغير في الفيض، تغير في الفيض خلال ربع دورة، مع الفترة الزمنية المظللة ربع دورة، الدلتا فاي خلال ربع دورة قيمتها اي بي، يبقى انت في الاخر كده السؤال طالب الاي بي. احنا هنعدل ايه في السؤال؟ بدل ما احنا هنتعامل على ان الخمسة هي الاي ام اف ماكس، لا، هنعدل المعلومات ونقول حيث ان القيمة المتوسطة خلال للفترة المظللة، القيمة المتوسطة خلال الفترة المظللة بيساوي 5 فولت، يعني انا هعتبر دي ام اف المتوسطة خلال ربع دورة. طبعا في ناس بتسأل يا ميس انت بتعدلي في الاجابات والاجابات مش شبه في الاسئله وفي الاجابات، وبيبقى في اختلاف بين نموذج الاجابه. عايزه اقول لكم ان بيبقى في اتصال بالاستاذ يحيى مؤلف كتاب الرائد قبل كل فيديو للوصول الى الاجابات اللي هي صحيحه، يعني تكاد تكون صحيحه 100%. يعني بحاول ان انا اعمل مراجعه كويس جدا للصفحه، واي اجابه بتخالف الاجابات اللي موجوده في إجابات الكتاب بحاول الأول أتأكد منها وأرجع لمؤلف الكتاب لغاية ما بنتفق على الإجابات اللي أنا بقولها لكم خلال الفيديو. فبيبقى فيه مراجعة بتحصل قبل كل فيديو، فربنا يصلح الحال وبتطلع إن شاء الله الفيديوهات صحيحة 100%. القيمة المتوسطة خلال الفترة المظللة، يعني إحنا هنحاول نقول إن قيمة في المتوسطة حوالي 5 فولت، وبالتالي انا هستخدم قانون المتوسطه خلال ربع دوره. وطبعا الكلام ده احنا راجعناه في شرح الدينامو وفي شرح المساله المكونه من اكتر من 27 مطلوب. فانا هقول الاي ام اف المتوسطه خلال ربع دوره اللي احنا اتفقنا عليها ناب 4F، هنعوض على المتوسطه بخمسه، فهرجع تاني. انت هنا بتقولي ماكس، احنا عدلنا في السؤال وتعاملنا على ان المظلله دي هي المتوسطه وليس الماكس، يعني غيرنا في الرسم. طيب ان عدد اللفات، احنا عندنا عدد اللفات ب300، المطلوب مننا اي بي وادي الفور، والتردد بقى احنا عندنا 25 من 100 ثانية، ده زمن الربع دورة، فاحنا عندنا الزمن الدوري كله هيبقى عبارة عن 4 في 25 من 100، طبعا 4 في ربع بـ1، وبالتالي التردد هيبقى مقلوب الواحد واحد، يبقى احنا عندنا هنا 1. هنجيب الاي بي بقى من المعادلة دي،
هيبقى الـ AB عبارة عن الخمسة على التلتمية في الواحد. هتطلع الـ طبعا احنا بنقول ايه، ان احنا عندنا ايه الـ AB عبارة عن الخمسة على التلتمية في الأربعة، في هنا أربعة اهي، تمام. يبقى هيطلع الناتج حوالي 4.17 في 10 أس سالب 3. ندور على الاختيار هنلاقيه رقم ألف، 4.17 في 10 أس سالب 3. وبعد نشوف السؤال رقم 19. الشكل البياني التالي يمثل العلاقة بين القيمة العظمى للقوة الدفع التأثيرية وعدد اللفات. هنا الإم إف ماكس وهنا عدد اللفات. طيب أنا معايا رسمة، أنا لازم أعرف مين الميل. طبعا هنا أي المساحة، المساحة بتساوي 2 على الباي، وشدة المجال بيساوي 10 أس سالب 3. أهم حاجة أرجع للرسمة وعايز أعرف مين هنا الميل، عشان أنا سهل أجيب الميل هنا. فالميل هنكتب القانون بس بشرط العصادات قبل يساوي، اي ام اف ماكس بتساوي اب 2 باي اف. طيب هشطب على الصادات اي ام اف ماكس وهشطب على السينات الان. طب ليه ما كتبتش ساين سيتا؟ لان ده ماكس يعني ساين 90 بواحد، فمش ليها لازمه انها تكتب. يبقى دلوقتي اصبح معايا الميل هو اللي ما شطبتش عليه. الميل عباره عن اي بي 2 باي اف. لو انا عايز اجيب الاف التردد هيبقى عباره عن الميل البعيد على القريب على الاي بي 2 باي. طيب ماشي، ما نعوض. هو الميل بكام؟ الميل فرق الصادات على السينات، يعني اي فرق من هنا يعني مثلا 3 من 10 على 3 فيها 1 من 10، يبقى الميل هيبقى 1 من 10 على المساحة اللي هي 2 على الباي في البي اللي هي 10 أس سالب 3 في 2 وادي الباي. هطير الباي مع الباي وهتبقى عندي الاتنين في 10 أس سالب 3 على 2، هيطلع التردد بحوالي 25 هرتز. هيطلع التردد بحوالي 25. نشوف بقى الاختيارات، نشوف السؤال الأخير. الشكل أدناه يوضح العلاقة بين معدل التغير في الفيض المتولد في ملف مولد كهربي وزاوية دوران الملف، حيث يعطي قوة دفع تأثيرية 320 عند النقطة A. طيب ايه الفرق بين رسمة الدلتا فاي على الدلتا تي والإيم إف؟ هي إياها نفس الرسمة بس المنحنى بتاع الإيم إف أعلى. ليه أعلى؟ لأن دي لسه ما اتضربتش في عدد اللفات. إحنا عندنا الإيم إف يساوي سالب إن في دلتا فاي على الدلتا تي، فلما يرسم لي الدلتا فاي على الدلتا تي يبقى رسمها لي ولسه بعد ما ناخد الرسمة القيمة بتاعتها بنضربها في إن. طيب ماشي، هو بقى الإيم إف التأثيرية دي مضروبة في عدد اللفات 320. ماشي، ال 320 دي فين؟ عند الـ A. طب الـ A دي مسجلة كام؟ 2. طيب الماكس كام؟ 4. ايه علاقة الاتنين بالاربعة؟ الاتنين نص الاربعة. يبقى اذا القيمة اللي هو مديهالي انا هسميها نص القيمة العظمى، لانها مسجلة عند الاتنين والماكس عند 4، نص القيمة العظمى. طيب ماشي، ليه هي ما قالش عليها 2؟ ليه قال عليها 320؟ لان دي موجود جواها عدد اللفات، اما الدلتا فاي على الدلتا تي ما فيهاش عدد لفات. طيب ماشي، يبقى انا عرفت ان الاي ام اف ماكس عبارة عن 2 من دي، مش دي نصها؟ يبقى الماكس عبارة عن 320 في 2، ادي الصفر، واتنين في اتنين باربعة، وتلاتة في اتنين بستة، 640. عرفت الماكس ب 640. ماشي، بيقول لي ايه بقى لو زودنا عدد اللفات الى 3 اضعاف؟ احنا عندنا عدد اللفات ترضي مع الام اف ماكس، فلو عدد اللفات زاد لتلات اضعاف هتبقى الام اف ماكس هتزيد ل 3 اضعاف، يبقى ام اف ماكس هتبقى ساعتها 640 في 3، هتزيد هي كمان ل 3 اضعاف، ساعتها تبقى قيمتها 1920 فولت. يبقى دي الماكس في الوضع بقى بعد الزياده. طب عايز اي ام اف التاثيريه يعني اللحظيه المتولده عند الزاويه 50. طب ماشي، الاي ام اف اللي انت عايزها اللي هي انست عباره عن اي ام اف ماكس في ساين 50. طبعا انا هعوض باللحظيه بعد ما زادت اللفات لثلاث امثالها، يعني 1920 في ساين 50. يبقى هيبقى عندي الناتج كام؟ هيبقى الناتج حوالي اللي هو رقم جيم 1470.8. 1470.8، ادور على الاختيارات هلاقيها رقم جيم. ان شاء الله نكمل في الفيديوهات القادمة، والسلام عليكم.